رغبه بها مثل ما يناسب حاجته، كأن يقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفرني، يا تواب تب علي، يا رزاق ارزقني. ولهذا كان أكثر دعاء الأنبياء في القرآن ربنا، لأن إجابة الداعين وإعطاء السائلين وغياث المستغيثين، كل ذلك من معاني الربوبية التي تقود إلى الألوهية. هو سبحانه المتصرف القاهر المدبر الرزاق المعطي الإله الذي لا يسأل إلا هو، ولا يدعى إلا إياه، ولا يستغاث إلا به. اللهم ارزقنا العمل النافع والعمل الصالح، واجعلنا هداة لله أو الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. اللهم هب لنا في هذه الساعة علما ترضى به عنا سبحانك، لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد. تعال.